يسن للصائم أن يكثر من ذكر الله من قراءة القرآن. يصلي التراويح في الجماعة مع الإمام. يكثر من الدعاء. خاصة عند فطره قبل أذان المغرب. يتحرى في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر. يسن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في المساجد. كذلك العمرة في رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم الحج والعمرة في خير وعافية. يسن أيضا أن تعطي من يصوم إفطار صائم، يعني يفطر حتى لو طعام قليل. أمونو أشرب التاج إفطار الصائم وقبل المروسيدي.